نحن أمامنا ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان. ليلة الثالث والعشرين كما يظهر من بعض الروايات هي أهم ليالي القدر. هنالك حديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه في ليلة التاسعة عشرة يكون التقدير، وفي ليلة 21 يكون القضاء، وفي ليلة 23 يكون الإبرام. ويظهر من هذا الحديث أن جميع الأمور تحدد في هذه الليلة إلى السنة القادمة، جميع الأشياء، يعني الحياة والموت تحدد في هذه الليلة، يعني ليلة 23، الصحة والمرض تحدد في هذه الليلة، الغنى والفقر يحدد في هذه الليلة، السعادة والشقاء يحدد في هذه الليلة. لذلك في الحقيقة في ليلة 23 التي هي ليلة غد على المشهور ينبغي أن نلجأ إلى الدعاء وإلى الطلب وإلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يمكن دعاء واحد، توجه واحد يغير مصير الإنسان. أكو هنالك عقد تتولد في حياة الإنسان، يمكن دعاء واحد عقدة ما تنحال. في هذا الدعاء المروي عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: يا من تحل به عقد المكاره، عقدة، الدعاء يحل هذه العقدة. لذلك في الواقع يجب أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذه ليلة ونطلب من الله أن يحل عقدنا، مشكلاتنا، مشكلات الآخرين، أن يعجل لوليه الفرج ويسهل له المخرج.